والآن إلى نافذتنا اليومية على ذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. قال الباحث الموريتاني سيد عمار الشيخنا إن الدولة الموريتانية بعد حصولها على الاستقلال تأثرت بالسياق الاستعماري ولم تكن تعطي كبير اهتمام للمقاومة. وانتقد الشيخنا خلال حديثه ضمن ندوة نظمتها قناة المرابطون حول تاريخ المقاومة الوطنية بمناسبة حلول الذكرى 56 للاستقلال الوطني، انتقد تاريخ المقاومة المكتوبة في مناهج التعليم واصفا إياه بأنه مجتزأ ومحدود ويفتقد الموضوعية. المشكلة الأساسية أن الدولة التي عندنا في موريتانيا جاءت في سياق المرحلة الاستعمارية، ضمن السياق الاستعماري ضمن محددات هذا الاستعمار، ولذلك هذا الجناح المتعاون هو الذي مسك السلطة، وبالتالي لم يكن يعطي أي اهتمام للمقاومة. مثلا وزارة الثقافة قامت بمشروع مهم، المعهد الموريتاني للبحث العلمي أرسل باحثين إلى الداخل الموريتاني لجمع الثقافة المروية، لجمع معلومات عن اللغات المنقرضة، لغة الزير في تشيت، لماذا لا والمختار الحامد المؤرخ دعمه الرئيس المختار دعم مهم جدا لجمع تاريخ موريتانيا، لماذا لا يكون فيه مبادرة لجمع تاريخ المقاومة في الستينات والسبعينات، وكان بعض المقاومين لا يزالوا أحياء والمعلومات موجودة ومتوفرة، لم تكن هنالك أي مبادرة من هذا النوع. ما كتب في مناهج التعليم أيضا كان مجتزئا ومحدودا ولا يتسم بالموضوعية. ونبقى في ذات الموضوع، حيث أبرز الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد المصطفى أهم المراحل والمحطات خلال فترة الاستعمار الفرنسي وكذا المطامع الإنجليزية من خلال السعي إلى السيطرة على الساحل الموريتاني. المرحلة الأولى من 1633 إلى 1678، أما المرحلة الثانية والمعروفة بالفترة البراند برجوازية أو البروسية كما يقول البعض، من 1685 إلى 1721 عقبتها وتلتها فترة احتلال جزيرة أرجين سنة 1724 بعد طرد الإنجليزي منها. ثالثا الوجود الفرنسي في جزيرة أرجين، وهو أول وجود فرنسي على الأراضي الموريتانية، إذ احتل الفرنسيون جزيرة أرجين سنة 1721، إلا أن ذلك أثار تنافسا حادا بين القوى الأوروبية، فاستعاد الهولنديون الجزيرة سنة 1724 أو القلعة على الأصح، وفي نفس السنة تم احتلالها من جديد من طرف الفرنسيين الذين دمروا نهائيا القلعة، قلعة أرجين التي بناها الهولنديون، وذلك السنة التي دمرها فيها الفرنسيون قلعة أرجين هي 1700 سنة 1728. رابعا الوجود الإنجليزي، استطاع الإنجليز السيطرة على الساحل الموريتاني والسنغالي الغامبي ما بين 1756 إلى 1816. قال الكاتب والباحث الموريتاني محمد الحبيب إن كتابة التاريخ ينبغي أن تتم بموضوعية وأمانة، وإن تاريخ المقاومة الموريتانية لم تحن كتابته بعد. جاء تصريح الحبيب خلال ندوة قناة المرابطون المنظمة حول تاريخ المقاومة، حيث تحدث عن التوغل الفرنسي والمقاومة العسكرية الوطنية. التوغل استمر سنوات، والمقاومة استمرت ثلاثة عقود مقاومة عسكرية، ولكن التوغل لم يقضي أكثر من 9 سنوات. إذن وخلال هذه المقاومة كانت هنالك ملاحم بطولية وعمليات قوية جدا ضد الفرنسيين، كبدتهم خسائر كثيرة وتستحق التخليد والإشادة، ولكن كتابة التاريخ خاصة القريب منه يجب أيضا أن يكون بكل موضوعية، ويجب أن تشكل له جهات أكاديمية محايدة. لماذا كانت كتابة الأوروبيين حول موريتانيا خاصة والاستشراق قبلهم كانت كتابات تبتاز بكثير من حد لا بأس به من الدقة؟ أولا لأنهم يخافون على أنفسهم، لأنهم يقدمون تقارير على ما هو فوقهم، ولذلك يجب أن يعطوا معلومات كاملة، أن يتحروا فيها ما أمكن الدقة، أن
إذن هم أيضا في نفس الوقت محايدين لأنهم من مجتمع آخر. عكست التقارير الفرنسية إبان فترة الاستعمار الفرنسي لموريتانيا جانبا هاما من رفض الموريتانيين للانخراط في التعليم الفرنسي الوافد، وشكلت المقاومة الثقافية الرافضة لثقافة المستعمر أحد الملامح الهامة لمواجهة الغزاة الفرنسيين وتعليمهم. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. شكلت المقاومة الثقافية ملمحا هاما لرفض التعاطي مع الغزاة الفرنسيين حتى بعد عقود من استقرار الوضع للإدارة الفرنسية وتعود السكان على الإدارة وتعاطيهم معها بشكل سلمي بعد العقود الأولى من القرن العشرين التي عرفت رفضا مسلحا لهذا الوجود. وشكلت المدرسة الفرنسية أبرز مجال للاحتكاك بالمجتمع، ولذلك عكست التقارير الإدارية للتربويين الفرنسيين جانبا هاما من تمنع السكان في مختلف الأقاليم عن الاندماج في التعليم الفرنسي بذرائع متعددة. وفي كثير من الأحيان بذلت الإدارة الفرنسية جهودا مضنية لإقناع السكان بجدوى المدرسة الفرنسية واستخدام إغراءات متعددة مادية ومعنوية من أجل نشر التمدرس، غير أن الإعراض كان واسعا والرفض ظل عريضا. في العام 1950 كتب مفتش فرنسي يقول بعد جولة قام بها في الحوض: إن البيضان يخيبون الآمال، إنهم لا يظهرون أي اعتراض على التعليم النظامي، ولكنهم بذرائع مختلفة يتهربون منه أو يتهاونون به تهاونا كبيرا. وهذا مثال من ردودهم النموذجية. بما أنك قلت إن دخول المدرسة الفرنسية من مصلحتنا، فينبغي أن تكون صادقا فيما تقول، ما عليك إلا أن تقدم النصيحة فقط. ويوصي المفتش الإدارة بعدم الاعتماد على تفهم السكان للمدرسة، فلا بد من دعاية ذكية، وضغط الإدارة لا يزال ضروريا ترغيبا وترهيبا إن اقتضى الأمر. وعلى العموم، رفض السكان في المناطق الموريتانية المختلفة المدرسة الفرنسية، مما نتج عنه تأخر كبير للبلاد مقارنة مع المدارس المستعمرات الإفريقية الأخرى. وعلى سبيل المثال، فقد قدرت نسبة تلاميذ المدارس في موريتانيا في العام 1932 ب1.1 من الأطفال مقابل 7.3% لعموم المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا. وفي سنة 1948 كانت النسبة 1.6 مقابل 4% للمجموعة كلها، وطيلة ربع قرن لم يتجاوز المسجلون في مدرسة بوتيليميت وحدها أكثر من 350 تلميذا أكمل الدراسة منهم الثلثان فقط. وحاول الفرنسيون باستمرار أن يغيروا هذه المعادلة في العديد من المناطق، فكانت ثمة تجارب متنوعة، واستخدموا بعث التنافس بين العرقيات من خلال التخويف على المستقبل، خصوصا حينما لاحظوا أن إقبال الموريتانيين في الضفة من الزنوج أوسع، إلا أن ذلك لم يغير من الوضع شيئا، رغم أن الزنوج أيضا من جانبهم قاوموا ورفضوا المدرسة الفرنسية بنسب معتبرة، وتشبثوا بالعربية والتعليم العربي الإسلامي بشكل واسع، حتى أن الرئيس السنغالي سينغور اعتبر أن العربية في غرب إفريقيا شكلت عبر التاريخ عامل وحدة وانسجام بين المكونات العرقية الإفريقية.